المركز الثقافي شيء راقي ويقدم الكنيسة بصورة معاصرة لكل أحد. وجود مركز ثقافي في الكنيسة القبطية هو بمثابة ثورة. المركز الثقافي هنا ما كنتش متصور عمق والحاجات اللي بيعملوها هنا. فأشكرهم وكل المجموعة وكل القيادة لهذا المركز الثقافي. حاجة جميلة جدا وتعبر عن حاجة مهمة مصر تستفيد بها في هذه اللحظات التاريخية التي يسجلها العالم بأحرف من نور، التي نحتفل فيها بإهداء جائزة المركز للثقافة والعلوم والخدمات الإنسانية، جائزة علا غبور لمن يستحقها.